هتقول لي يا ابو حميد انت عمال تقول الكلام ده كله ليه؟ هقول لك كل ده انا بمهد لريليشنز تانية، كل ده انا بمهد لريليشنز تانية. لو جيت قلت لك ما هي مثلا الاستراكشرز التي تقع ما بين الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس والفليكسور ديجيتورم بروفانس مثلا، سؤال اهو عندنا هنا مثلا ادي الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس اهي صح؟ بالمناسبة بيبقى ليها هنا الدي ان اي راس دي خلاص كده، دي اللي هي الهيومر والنر هيد، جيب من الهيومر والنر ما علينا يعني، وهنا دي هيد تانية برضو للفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، والاتنين كانوا بيتحدوا مع بعض كده خلاص كده بالك، وينزلوا مع بعض. فكان هنا في ستراكشرز في النص بالك، دي ستراكشرز تقع ما بين الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس والفليكسور ديجيتورم بروفانس اللي هم مين؟ هتقولي والله الالنر نيرف والالنر ارت. شوف بقى يا عيني، لا طبعا قلنا نرف وقلنا نرف يتحدوا قربوا من بعض بعد ما كانوا ايه، بعد ما كانوا بعاد تماما عن بعض. هو انت فاكر زمان قلنا نرف، شوف 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 قلنا نرف كان فين؟ كان ورا الميديا دي بيكون دايل ماشي، والقلنا ارتري شوف 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 كان فين؟ اه ده كان ديب 2 ذا ديب هيد اوف ذا برونيتور تيريس ماسل اللي كانت بتفصله عن الميديا نيرف اهو. ساعتها بقى القلنا ارتري نزل في النص ما بين الميديا نيرف والايه؟ والقلنا ارتري. فاهم انت قصه الشاك عامله ازاي؟ طيب بص بقى كده، انا هقارن ما بين الالنر نيرف والميديان نيرف. لو كان الميديان نيرف بينزل ما بين او بينزل منطقه الفور ارم ما بين التو هيدز اوف ذا برونيتور تيريس ماسل زي ما احنا شرحنا في علاقه البرونيتور تيريس، فان الالنر هيد بينزل ما بين التو هيدز اوف عضله، عضله ايه؟ الفليكسور كاربي اولنارس، الفليكسور كاربي اولنارس. يبقى لو كان الميديان نيرف بينزل هنا ما بين التو هيدز اوف تو هيدز اسف التو هيدز اوف ذا برونيتور تيريس ماسل، فان الالنر نيرف بينزل ما بين التو هيدز اوف ذا فليكسور كاربي اولارس. وبالتالي دي برضه سؤال بيجي ايه؟ سؤال بيجي ام سي كيو. تاني معلومه، يبقى انا كده لو انا خلصت ريليشنز اوف ذا برونيتور تيريس ماسل هبدا ان انا اخش على الريليشنز بتاعت الفليكسور كاربي اولارس. فليكسور كاربي اولارس الاولنا نيرف بيخش منطقه الفور ار ما بين التو هيدز او ما بين الراسين بتوعها، ادي اول نقطه. تاني نقطه ان هو بيقع ما بين الفليكسور الاولنا نيرف، يقع ما بين الفليكسور كاربي اولنارس والعضله دي اللي هي الفليكسور ديجيتورم بروفانس. تالت ريليشن للفليكسور كاربي اولنارس انه الاولنا نيرف والاولنا ارتري يا عيني بيخشوا مع بعض ويحازوا جنب مين؟ جنب التندون بتاع الفليكسور كاربي اولنارس، ويصبح الاولنا ارتري والاولنا نيرف لاترال تو، لاترال تو the tendon of the flexor carpi ulnaris. يبقى هقول لك كده، عدد لي a relations of the flexor carpi ulnaris. تقول لي واحد الالنا نيرف، هو الفكره كلها في الالنا نيرف، الالنا نيرف بيعدي ما بين التو هيدز اوف ذا فليكسور كاربي اولنارس اللي هي العضله دي، خش ما بين التو هيدز بتوعها. اثنين الالنا نيرف يقع ما بين الفليكسور كاربي اولنارس والعضله دي اللي هي الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. وبعدين ننزل تحت نجد الالنر نيرف والالنر ارتري الاثنين لاترال لي التندون، لاترال لي شوف الالنر نيرف والالنر ارتري اهو لاترال لي التندون بتاع الفليكسور كاربي، الفليكسور كاربي نيرس. يبقى بتقول ثلاث حاجات. طيب تعالى كده نراجع الريليشنز بتاعت البورنيتو تيبس عشان تبقى الدنيا ظبطت. الميديا نيرف يقع ما بين السوبرفيشال هيد والديب هيد اوف ذا بورنيتو تيريس ماسل، والالنر ارتري يقع ديب تو ذا ديب هيد اوف ذا بورنيتو تيريس ماسل، وكذلك الايه البرونيتو تيريس ماسل كانت بتشارك في الايه الميديال مارجن اوف ذا كيوبيتال فوسا، واخر حاجه كان الريديال ارتري والسوبرفيشال برانش اوف ذا ريديال نيرف بيعدوا على الانسرشن اوف ذا برونيتو تيريس ماسل. يبقى بنقول اربع حاجات في البرونيتو تيريس ماسل ريليشن. طيب بالنسبه لي يبقى خلصنا كده البرونيتو تيريس ماشي، دول اهم ريليشن البرونيتو تيريس والفليكسور كاربي اولنارس. الفليكسور كاربي اولنارس ريليشن، فليكسور كاربي اولنارس ايه ريليشن، هنجد الالنا نيرف بيخش منطقه الفور ار ما بين التو هيدز بتوعها، والالنا نيرف بيقع ما بين الفليكسور كاربي اولنارس والفليكسور ديجيتورم بروفانتس، والالنا نيرف والالنا ارتري الاثنين بينزلوا لاترال للايه التندون بتاعها، التندون بتاع الفليكسور كاربي اولنارس. خلاص كده ماشي، يبقى انا كده عرفت اربع حاجات في الريليشنز بتاعت البرونيتو تيريس، وعرفت كمان ثلاث حاجات في الريليشنز بتاعت الفليكسور كاربونيرس. هل الحاجات دي يا جماعه بتيجي شورت نوت؟ مستحيل، هيبقى الحاجات دي ما بتجيش ابدا 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 شورت نوت، انما تيجي بس ام سي كيو سؤال بدرجه مش عارف ايه حاجه كده بسيطه يعني. خلاص طيب، وطبعا تركات مش اي حد بيبقى عارف الكلام ده خلاص، انما طبعا الاوريجن والانسيرشن والاكشن ده الاساسي يعني.